الشباب الفلسطيني على الرغم من الحصار وعلى الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها، إلى أنه أخذ على عاتقه زمام المبادرة وتحمل مسؤوليته تجاه وطنه وتجاه كافة مرافق المجتمع من أجل بيئة نظيفة. لربما هي ليست اعتبرها البعض أولوية قائمة في ظل الظروف، ولكن نقول أنه لا يعني إذا ما كنا في حصار أو في ظروف قاسية لا نرى أن هذا يتضارب بشكل أو بآخر مع أن تكون شوارعنا نظيفة وحدائقنا. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.